دلوقتي قدامي. يا بنت الكلب يا مرة يا بنت الكلب. راحت السكين الخدامة يا مرة يا بنت الكلب. تبهالي اتجوز اتنين ولا حتى مليون. الله بفلوسي يا ناس بفلوسي هنا بفلوسي فاهمة ولا نقول كمان؟ انا ليه حق عليك؟ حق ايه يا ام حق؟ انت بنت انت فاكرة نفسك ان انت مراتي ولا ايه؟ لا حبيبتي فوقي احنا متجوزين جواز نسيان يعني جواز متعة فاهمة ولا فهمك تاني؟ وايه اللي خلاكي تروحي تسألي على عنوان بيته ولا عنوان شغل في مصر؟ ها؟ انطي انطي تسألي ليه؟ بتسألي ليه انطي؟ انت فاكراني مراتك ولا ايه يا علي؟ وعرفت يا اختي وعجبك اللي عرفتيه؟ عجبك ولا اقول تاني؟ اقول لك تاني؟ اسمع كده بقى وطالما وصلت معاك لكده يبقى ارجع النهارده ما لاقيش وشك هنا في الفيلا تاني. مفهوم؟ فاهمه؟ تعالي تعالي معايا قبل ما تقولي بداية عايزه اودعك. تعالي تعالي معايا لازم اودعك تاني. ايوه اللب ايوه اللب ما تنفعيني يا مدام ينوبك ثواب. ما تاخدي مني ورطاس وانا ادعيلك على خلاكي تعطي جدعون واجيبولك الارض في ثلاث عدات. ما تستقليش بيا يا مدام ده يدع سره في اضعف خلقه. طب بلاش ادعيلك عليا يا ستي نفعيني كده بدل ما انت تبلتي من كتر العياط. بتغري من هنا نطلعه عليك. طلعي عليا يا ستي ولا يهمك المهم ان انت تنفعيني. ما تعصبنيش بقى غري من قدام. طب والنعمه انت طيبه وزي العسل حتى وانت بتعيطي. اصل انت كده شكلك يعني مش بتاعه اذيه ولا هتمدي ايدك عليا وخصوصا يعني ان انت لما واخده كده واخده علقه سوء واللي زيك لما بيحس بالظلم ما بيظلمش ولا هتظلميني؟ انا مظلومه يا اختي خلقه مش ناقصاكي خالص. عارفه لو كنت كسفتيني وقلت ان انت تظلميني كنت هدى عليك ان رجليك الاتنين يبقوا شمال تيجي تمشي كده لنفسك برضو مشيتي كده. ايه يا فرج الله هبتدي تندعي يلا بقى حط ايدك في صدرك كده وطلعي ربع جنيه وانا ادعيلك على الموكوسه ابن الموكوسه ده وصدقيني مش هتندمي. ماشي يا سوس. طب بذمتك بذمتك حد يبقى عنده العين الحلوه دي والوش ده ويعيط؟ انت عارفه انا لو عندي الوش ده يا لهوي ده انا كنت بقيت ولا ايه نجم من نجوم السينما كانت الفلوس تجري ورايا بالكوم 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 بدل ما انا عماله اشحت من اليسوى واللي ما يسواش. صدقني انت بنت قله الادب مين اللي ما يسواش؟ يا ستي ما انا قاعده جنبك من الصبح عماله اشحت ربع جنيه وانت مسقعالي. وانت بقى اللي ما ينفعكيش يبقى ما يسواش. يا ستي بتاخدي الكلام على نفسك ليه؟ انت ان شاء الله هتنفعيني انا بتكلم على اللي مش هينفعني هو ده اللي ما يسواش. فانت بقى بتحرجيني انا دب ايدي في جيبي عشان اديكي. ها بالظبط كده اسم الله عليكي. والله العظيم انت بنت نصر. والله العظيم ده انت عسل وزي القمر وخساره جمالك ديت بقى في العياط اول نعمه زي ما بقول لك كده. يا سلام ما كانش حد غلب. بص يا ستي في ناس كده بيبقى عندها نعمه مش حاسه بيها وانت بقى مش حاسه بنعمه جمالك. وتعملي ايه بقى لو عندك الجمال ده؟ هعمل اي حاجه اي حاجه ان شاء الله تشعلي المهم كده ابقى برنسيسه وبنت ناس. اي حاجه اي حاجه محساني يعني انا كان عندي اختيار تاني. هعمل اي حاجه اي حاجه المهم ان انا يبقى معايا فلوس وعلى الاقل يعني هيبقى بمزاجي بدل ما يبقى بالغصبانيه. واذا كان بقى هو مش بالمزاج بالغصبانيه تعملي ايه؟ هديك القرطاس ده وعلى حسابي وتحكي لي حكايتك. يلا سامعاكي. والله ليكي وحشه يا بنتي ايه الغيبه الطويله دي؟ وانت كمان وحشتني يا عم عبده قوي. هتاكلي ايه بقى؟ ولا اقول لك استني انا هاكلك على ذوقي. هو انا مش جعانه بس اكل عشان خاطرك وعايزه 20 رغيف. يا واضح ان انت مش جعانه خالص. لا دول نادر كده لاهل البيت والاهل الله يعني اوزعهم على الغلاب. مش بقول لك فيك الخير يا بنتي؟ بقول لك ايه يا عم عبده؟ نعم. كنت عايزه اسال شيخ يعني في موضوع النادر ده. كان في واحد كده بيقعد عندك اسمه ايه يا بنت اخوخ؟ ايوه اسمه حسن. كان بيقعد عندك كده. كنت عايزه اساله يعني على موضوع النادر ده. الشيخ حسن انا يعني شفته كم مره كده عدى عليا بس ما شاء الله دلوقتي بيدي دروس بعد صلاه العشاء كل يوم خميس في جامع سلطان حسن. ما شاء الله. على فكره الحجاب حلو قوي عليك يا بنتي. لا ده مش حجاب ده انا بس مغطيه شعري كده عشان ازور. ادعي لي ربنا يهديني. ان شاء الله ربنا يهديك. طب تعالي اتفضلي. لا هروح ازور بقى وارجع لك حضر لي الطلب. ها طيب حاضر ماشي مع السلامه.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا أخويا والنبي، ممكن تدي الفلوس دي لأي حد غلبان تعرفه؟ ربنا يباركك يا رب، ربنا يجازيك خير يا رب. بقول لك إيه، هو الشيخ حسن اللي بيجي هنا يدي دروس بعد العيشة؟ الشيخ حسن، الشيخ حسن، آه الشيخ حسن الأمير؟ آه. هو فين؟ هو بقاله فترة ما بيجيش. ليه؟ أصله سافر السعودية عقبال أمانته. عمره؟ لا لا لا، هو بيشتغل هناك، شغال في الدعوة برضه. يعني راجع إمتى؟ لا قدامه شوية. شوية؟ طيب ماشي، كتر خيرك، شكرا. العفو. سافرت يا حسن؟ عيب عليك، ما انت مجربني وانا عمري بعت لك حاجه اي كلام، ما كل اللي ببعته لك ياف. اه يا سيدي اسمها خوخ. اه ماشي اتفق، خلاص هظبط واكلمك. تمام حاضر، عينيا ده انت تؤمر. يلا السلام عليكم. مع السلامه. السلام عليكم. ايه يا بت ده؟ في ايه؟ ايه اللي بتعمليه في الرجاله اللي ببعتك ليهم ده؟ انا يا خالتي؟ لا امي يا خالتي. مش ممكن الراجل، الراجل الحاج مصلحي بتاع الالماظ يقول لي دي حته الماظه خام يافت، والحاج الحاج عوز بتاع العريش يقول لي دي خوخه عرايشي اصليه. في ايه يا بت؟ في ايه؟ خف على الرجاله اللي ببعتك ليهم يا منيله. وانا ببقى عارفه الاقيها منين ولا منين؟ ده انا ببقى موجوعه قوي من الرفح، مش شايفه قدامي. معلش بكره تتعودي. ها هتعرفي تنزلي لوحدك ولا ايه؟ لا لا انا هنزله لوحدي، انا هروح احاول. طب يلا روح احاول. وريني متاخريش. مش عارفه يا خالتي، مش عارفه. مش عارفه ليه؟ خلاص بكره تتعودي. لا والنبي والنبي دي كتيله قوي. والنبي ليه؟ امال مين اللي هينزلهم؟ يعني ما انا لازم انا اللي انزلهم. تعالي يا النبي بالراحه، مش ما تخافيش مش هتخافي. طب بالراحه وانا هساعدك. ها طب 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 يلا بالراحه يا النبي. ما يا ست بنات، ها عامله ايه؟ عامله ايه؟ ده لو خلفت 9 عيال توأم وخلفتهم طبيعي مش هتعب كده. بتهيألك. المهم سيبك بقى من البضاعة وبطنك والوجع وخلينا في الراجل اللي بيجيب العيال. مش فاهم. يعني المرة دي جايبة لك جوازة سقع هتبوسيني عليها. اه عشان يضربني ويمشيني من غير فلوس زي المرة اللي فاتت. جرايه يا بت، انا مش مديالك قزمتين فوق حقك. جرايه انت زي القطط هتاكلي وتنكري ولا ايه؟ مش حكايه فلوس يا حاج، بس انا بجد اتبهدلت المره اللي فاتت. جرايه يا خوخه، مش مستريحه انا يا اختي للنغمه دي؟ انت بتتنططي عليا يا بت ولا ايه؟ لا يا روحي، ده انا تقى. انت عارفه يعني ايه تقى؟ انا كلمتي ما تتكسرش، فاهمه ولا ايه؟ مش كده يا خالتي، بس انا باخد كام يوم معلم ارتاح من تخزين البضاعه في بطني. خلاص يا روح خالتك، انا جايبه لك علاج يا حبيبتي، اول ما تاخديها هتبقي زي الفل، يومين ثلاثه مش هتحسي بحاجه. ها قلتي ايه؟ تحت امرك، من ايدك دي لايدك دي. ايوه كده، بنات ما تجيش الا بالسهل.